هتقولنا معي مرة تانية وفستان الفرح القمر الجميلة اللي لو ما فيش نصيب مع محمد ان شاء الله بإذن الله قريب جدا هيبقى فيه نصيب مع حد تاني، وعسى ان تكرهوا شيئا وخيرا لكم. ومي بقول لك كلمة من قلبي، ولأي عروسة اتلغى فرحها قبليها بساعات أو قبليها بيوم، لأي واحدة فسخت خطوبتها، لأي واحدة اتطلقت، لأي واحدة تخيلت إن ده آخر حب أو إن ده آخر عريس، والله العظيم لأ، دي بداية جديدة، وربنا بينقذك من حاجة وحشة ممكن تحصل، وربنا دايما هيقسم الخير للناس. الفرحة بتتكسر، ولكن الخير اللي بيجي بعديها أحسن وأفضل وأكبر بكتير جدا جدا جدا. ومتهيالي إن أنا واحدة دليل قوي جدا على ده. إذا كان فرحك خلال أيام فألف مبروك، إذا كان فرحك اتلغى فألف مبروك، لأن أكيد هتكون بداية جديدة وهيكون في اختيار جديد وهيكون في شريك حياة جديد.